مساء الخير جميعاً، وأهلاً بحضرتكم ضيوفاً كراماً على قناة المحور. اليوم عيد قناة المحور لاحتفالها بمرور 15 سنة على انطلاقها، لتكون القاطرة التي انطلق خلفها فضائيات مصرية خاصة. اليوم عيد آخر بتشريفكم هذا الاحتفال في مكان من أهم منابر الثقافة في مصر وأبرز قواها الناعمة. في العيد 15 وباسم قناة المحور الفضائية، نرحب جميعا بواحد من أهم رجالات مصر وفرسانها. نرحب جميعا بسيادة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ضيفا شرفيا لهذا الحفل. منصور القاضي الذي حكم فاحترمه الجميع. لم يكن المستشار عدلي منصور المولود في عام 1945 والحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة يعلم أن القدر سيختار يوما ليتحمل مسؤولية الوطن ويقود السفينة في وقت عصيب تتصارع فيه الأحداث، لكنه كان عند حسن الظن وأثبت أنه من طينة مصرية لا تعرف الاستسلام ولا تعترف بالتراجع. قبل المسؤولية كرئيس للجمهورية بناء على رغبة شعبية نادت بها ثورة 30 يونيو. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. 339 يوما قضاها المستشار عدلي منصور رئيسا للجمهورية في مرحلة من أخطر ما عانته البلاد خلال تاريخها الحديث، وعلاقات متوترة مع دول شقيقة وأوروبية أبت أن تعترف بإرادة المصريين. وعمليات إرهابية في أغلب أرجاء المحروسة لتخلف عشرات الضحايا من الشهداء والمصابين. أن تكريم أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة وتسليم ذويهم الأموات والأوسمة كان من أصعب المواقف الإنسانية التي عايشتها في حياتي، فقد تنازعتني مشاعر قوية وخواطر متدفقة طالما جاهدتها لأتماسك. وبهدوء الواثق ووقار القاضي وحسم المحارب نجح منصور في عبور الصعاب وحظى باحترام الجميع. ما قدمه منصور خلال هذا العام كثير، لكن أبرز ما ميز فترته الرئاسية كان حزمة القوانين والقرارات الجمهورية التي أصدرها ابتغاء سلامة البلاد بلا تردد أو توازنات على حساب الوطن. وفي 8 يونيو 2014 أنهى منصور مهمته الوطنية ليسجل بمواقفه نقاطا بيضاء في قلوب المصريين الذين أجمعوا عليه كواحد من الرموز الوطنية التي سيخلدهم التاريخ. أوجه حديثي إليكم اليوم مودعا شعب مصر العظيم، لقد أولوتموني أمانة العبور بوطننا في ذلك الظرف الدقيق، عبور كان من لا دولة إلى الدولة ومن الوطن المستباح إلى الوطن المصان. أسلم مصر اليوم للرئيس الذي ائتمنه الشعب على المسؤولية بواقع جديد. في هذا اليوم سلم الرئيس السابق
السلطة لخلفه الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي وليعود إلى موقعه المفضل كمواطن عاشق لوطنه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. إنها مصر الجديدة التي تتشابك فيها الأيدي وتتوحد على أرضها الإرادات وتتواصل الأجيال وتتعانق القامات من أجل رفعتها واستعادة مجدها. فتحية للرئيس السابق عدلي منصور قاضي مصر الأول.